أعوذ بالله من الشيطان الرجيم القرآن تلق <applause> وكاتو القرآن <تصفيق> بسم الله <applause> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم نكرم بيسي به دار الإرشاد القرآن وغلا بسم الله الرحمن الرحيم وكاتو ندار الإرشاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ألم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة، من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يا ليتنا لا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وبداره الاون فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذي مكانه بالأمس وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الاون. ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الاون. علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين من جاء بالحسنه فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون إِنَّ الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادِ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمه من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون رغم يا لسلام كيف نيمسن دعم بامن كلا دين إن لزات الإسلام بين أي عالم